أستاذ سفيان، مثل ما قلت بالمقدمة أنه أنت يعني كنت أبرز وجوه المعارضة، واليوم يقال أنك قريب جدا من الرئيس تبون، وأنه لا نعرف إذا تماما أنت اليوم مع السلطة الجديدة إذا كانت جديدة. ما هو موقعك الحقيقي؟ نعم، مساء الخير. في الحقيقة الموقف واضح جدا. كنا في ظل النظام السابق، النظام البوتفليقي، مدة 20 سنة، ونحن في جيل جديد كنا نعارض سياسات الرئيس السابق. فحاولنا أن نوعي المواطن وخرجنا إلى الشارع منذ سنة 2018 على الأقل، وقمعنا آنذاك إلى آخره. ولكن في 22 فبراير 2019 عندما كل الشعب يعني أخذ على عاتقه هذه المطالب، أصبحت الجزائر في موقع آخر، يعني انهيار النظام السياسي وما تبقى إلا قلب السلطة وهي الدولة الجزائرية، مع بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية كمؤسسة يعني أساسية في الجزائر، وهذا لأسباب تاريخية. فبعد ذلك الحراك أصبح أمام رهان واضح: هل نواصل رفض كل ما يأتي من السلطة ونطلب ذهاب نظام ودولة كلها، أو نقبل تنازلات تدريجية والذهاب إلى بناء نظام سياسي جديد؟ ونظن هنا أصبحت الفرق ما بين بعض من الإخوان في المعارضة الراديكالية الآن والإخوان الذين يقولون أن هنالك إمكانية تغيير سلس تدريجيا والذهاب إلى إرساء دولة القانون. فاخترنا طريق الحوار وطريق التغيير السلس، في انتظار أن يكون هذا التغيير يجسد على أرض الواقع.